مألوف للجميع، أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤيا وقائدنا الملهم والداعم الأول للرياضة السعودية ولكل القطاعات. أشكركم على الحضور، أنتم جمهور عظيم، أكثر من 1,200,000 انتظار برا يحاولون يحصلون تذاكر ويدخلون. دائما تفرحونا، وإذا كان في شيء أقدر أطلبه من فهد أبي أطلب منك طلب يا فهد، جبه ثالثة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. حيوم.